كبيك، نادي باريس ما له دخل، هو من محكمة في فرنسا وهي لجنة. عفوا عفوا ايه بالطبع بالاضافه، خلي اتطرق، احنا ما عندنا خلاف على التصدير اساسا الى حق يصدر او ما الى حق يصدر اقليم كردستان، ولكن احنا عندنا خلاف اساسا لمن يصدر، والاموال اللي تجي هل تذهب الى كردستان يسلم العائدات الى حكومه المركز، وحكومه المركز هي التي تتصرف، يعني يتم التصدير عن طريق شركه سومو وليس تصدير منفرد لحاله، هي هاي المشكله الاساسيه والخلاف بين المركز والاقليم، فاحنا موضوعنا مو بالتصدير ولكن باليه التصدير وبالعائدات والى من تتبع ومن الذي يتصرف بهذه العائدات. بالمناسبه موضوع الموازنه اساسا البنود اللي اتت بالموازنه الحاليه الغير مقرره هي فيها اساسا تجاوز وخلاف مع المحكمه الاتحاديه بقرار المحكمه الاتحاديه الذي اولا قرار المحكمه الاتحاديه كان قرار واضح وصريح بماذا؟ بعدم جواز التصرف للاقليم باموال النفط، هذا واحد. نعم. التصدير يكون عن شركه سوما، وكذلك رفض قانون الاقليم لسنه 2007 قانون النفط والغاز، فالموضوع يعني اكثر تعقيدا مما انت تطرقت له يا استاذ العزيز، وفي نفس الوقت هناك مخالفات كثيرة، وإحنا نعرف بأنه العراق لم يكتل يعني إقليم كردستان لم يعترف بحقيقة تصدير النفط إلى إسرائيل حتى عام 2015 عندما حكمت محكمة أمريكية في القطاع الخامس في أمريكا، هذه طبعا في تكساس. و لا اسمح لي عزيزي خلي اكمل. استاذ محمد يكمل لك حق. هناك اعتراف في استئناف قدمته حكومه اقليم كردستان، وهذا الاعتراف ادل على انه النفط تم تفريغه في اسرائيل، لان كانت اكو دعوه مقامه سنه 2014 من اثناء حكومه السيد المالكي، وكان اسم السفينه يونايتد سوزماك يونايتد كالافيرتا. فهذا الموضوع اساسا هو طفح على السطح بتصدير نفط العراق لدوله اساسا معاديه للعراق. هنا هي المشكله الكبرى، انه نفطنا يروح الى دوله معاديه غير معترف لها هي اسرائيل، وعائدات النفط لا تذهب لميزانيه الدوله بل تذهب الى الاقليم والاقليم يتصرف بها، ولا حتى يعني حتى من وصلوا الى حصص اعطاء الحصص الاقليم رفض يعطي حصصه لاكثر من سنه، فهناك يعني انا متاكد هاي الميزانيه سوف تعاد الى حكومه السيد السوداني، لان فيها تجاوزات كثيره ومنها التجاوز على قرار المحكمه الاتحاديه الذي هو يكون غير قابل للنقض او الـ او المواجهه، فهذه النقطه جدا جدا مهمه.